بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لو انا عندي بعض النقط وعايز اوصل بينهم، الموضوع سهل وبسيط. يعني انا مثلا دلوقتي لو جيت هنا وقلت له انا عايز ارسم بوينت باي كوردينيتس، محتاج مني 3 ارقام، فهقول له انا عايز نمبر تمام، عندي الرقم ده مثلا اهو كده، انا رسمت اول نقطة ولو عندي نقطة تانية دي مثلا هتبقى 5، ولو عندي نقطة تالتة نخلي دي مثلا 6، خليها 15 مثلا. طيب لو انا جيت ارسم لاين باي ستارت بوينت اند بوينت، فهوصل بين ده وده وده وده. طيب وصل فعلا، ومحتاج لاين تاني بين ده وده. لو انا بقى عندي الكلام ده موجود 500 مرة، يعني الارقام ديت موجودة كتير، فمحتاج بين كل اتنين اوصل لاين، وده كده هياخد منه وقت كتير قوي، فعايز الاقي طريقة اسرع من كده. وخلي دي مثلا 20 5، عشرين 10. طيب عايز الاقي طريقة اوصل بينه، ممكن استخدم امر list create. احنا قلنا list create هيعمل لي list من النقط اللي انا هديها له. انا دلوقتي عندي كام واحدة؟ 6. طيب يبقى انا هقول له ايه، واقول له وصل بينهم. هو كده عمل لي لستة، اللستة دي اقدر ارسم من خلالها. طيب لو انا اديت الكلام ده للاين مش هيفهم حاجة، يعني هيفهم ان في خطوط بس مش هيفهم ان هو يوصل بين ايه وايه والحاجات دي. فانا محتاج اعمل خدعة بسيطة كده، اللي هي ان انا هستخدم هنا في امر اسمه ليست شيفت. اندكس تمام. ده بيعمل ايه؟ ده بياخد بيحول مثلا الحاجه ايتم 0 لايتم 1، وايتم 1 لايتم 2، وايتم 2 لايتم 3، وهكذا، واخر واحده تبقى هي اول واحده تمام. وممكن ارحله بمقدار خطوتين مش خطوه واحده، فاقول له الليست ديت هي تاخد الليست دي، وهقول له نمبر، وهقول له غير لي يعني انقل لي بمقدار درجه واحده، واقول له اوكي. طيب لما هاجي هنا بقى دلوقتي ارسم اللاين، هقول له خد الخط بتاعك من هنا، دي اول نقطة، وتاني نقطة خدها من هنا تمام. اهو وصل بينهم في بسهولة جدا. الكلام ده طبعا لو انا عندي 1000 نقطة، وممكن يبقى عندي 100000 نقطة لو انا مثلا بستخدم توبوغرافيا او في حاجات كتيرة. فبدل ما كنت هقعد اكرر كلمة اللاين دي، كانت هتوفر معايا الاسلوب اللي انا استخدمته دوت تمام. وسهل ان انا اضيف اي نقط تانية وازودها هنا في الليستة، وهو اوتوماتيك يقراها. الليست شيفت هينقل لي، فهو هنا بياخد اول نقطة ويوصلها بتاني نقطة، ويروح لتاني نقطة يوصلها بتالت نقطة، ورابع نقطة يوصلها ل5 نقطة، وهكذا لحد ما نخلص النقط كلها ونتنقط ان شاء الله.